مساء الخير جميعا. حضورنا الكريم، بسم الله نبدأ معكم أمسيتنا لهذا اليوم، وباسمي واسم كل القائمين على إنجاز هذه الأمسية نرحب بكم ونتمنى لكم وقت ممتع وأمسية مميزة، ولأول مرة في العراق وبعد انتظار طويل ومحاولات أيضا أكثر لإقامة هذه الأمسية الشعرية لشاعرنا الجميل مأمون النطاح. اسمحوا لي أيضا وباسم الجميع أن نشكر بداية حكومة إقليم كردستان لمساندتها بإقامة مثل هكذا محافل، وفي أربيل تحديدا مدينة الحب والسلام والثقافة، نخص بالشكر إدارة فندق روتانا أيضا اللي مستضيفتنا بهذا الجمع الجميل. وأيضا نشكر كل من نظم وخطط وساعد في إقامة هذه الأمسية الشعرية، منظمة الكرم للتنمية البشرية، هذه المنظمة التي أخذت على عاتقها منذ أن تأسست قضية النازحين بكل تفاصيلها. رحبوا معي بنجمنا لهذا اليوم الشاعر العراقي العربي مأمون النطاح. علمتني الحب شموخه وكبرياء، ثابت يموت النخل ما ينحني، وعلمتني الشوق ما يظهر رياء، شما كبر شوقك أبد ما دلني، حب لك نهرين يجرن بالنقاء، شما طرت مبعد غرامك ردني، فدوى لعيونك نروح احنا فداء، شرف اسمك شرف اسمك بالمواقف زادني، شكثر قالوا لي عليك اكتب رثاء، وترجع وتنهض غيور وتنبني، ببابل وآشور يجمعنا اللقاء، بحضنك تنام الحضارة وتنثني، يا عراق الفقرة يا أجمل دعاء، يا عشق عمري وغرامي ومسكني، من يرفرف بيرغك تبكي السماء وتنزل دموعي وغني موطني، تنزل دموعي وغني موطني.